النصر السعودي الذي يعود إلى البطولة الآسيوية وبقوة، ها هو اليوم يواجه الزعيم القطري نادي السد ليحقق الفوز ويتصدر المجموعة. العالمي الذي يقدم أفضل المستويات في السنوات الأخيرة له رغبة جامحة في الوصول إلى العالمية مرة أخرى ليبرهن للجميع أنه من يستحقها فعلا وليس قولا. نحن كلاعبين بإذن الله إن شاء الله جاهزين لهاللقاء إن شاء الله، لا نفسيا ومعنويا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله راح نكون ان شاء الله قد المسؤوليه ان شاء الله في المباراه. احنا راح نقابل فريق جدا كبير، فريق يعني انا لعبت ضده مباريات كثيره طبعا، لا في كاس اسيا ولا في مع نادي قطر القطر مع نادي قطر. احنا راح نكون باذن الله كلاعبين نادي النصر ان شاء الله عاملين نادي السد الف حساب طبعا، وبإذن واحد أحد إن شاء الله. الأهم شيء نقدم مع نادي السد إن شاء الله مباراة تليق بسمعة الفريقين إن شاء الله، والفائز نقول له مبروك والخسران نقول له حظ أوفر، لكن بإذن الله إن شاء الله راح تكون نتيجة من صالحنا إن شاء الله. لاعب النصر سعد الحارثي في الفترة الأخيرة وتحت قيادة المدرب دراغان أصبح مؤثرا وبقوة في خطوط النصر الهجومية، وسيعتمد عليه دراغان كثيرا في مواجهة كهذه، إضافة إلى بدر مطوع الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به في آخر مباراة لهم في الدوري. المدرب دراغان يعني دائما فيه زي ما سبق وذكرت يعني قبل كذا أنه في مدربين يستطيعون أنهم يعني يخلون اللاعب يبدع أو يطلع الشيء اللي جواه، وفي مدربين بالعكس يعني تلقاه محبط شيء محبط نوعا ما. إحنا الآن في ثالث مباراة في المجموعة، يعني أتوقع الأوراق مكشوفة للمدربين، مدرب نادي النصر ومدرب نادي السد. أشوفها مباراة إن شاء الله أنها تكون حلوة وتليق مستوى الفريقين، وإن شاء الله يعني إحنا نسوي اللي علينا. يمكن الآن لعبة برا أرضنا، بنحاول نقدم اللي علينا ونحقق نتيجة إيجابية لنا إن شاء الله. ويفتقد النصر إلى خدمات محور الارتكاز أحمد عباس وإلى عمر هوساوي اللاعب النصراوي الشاب بسبب الإيقاف، وبكل تأكيد ينتظر الجميع مباراة مثيرة، وننتظر أكثر حضورا جماهيريا يشعل المباراة ويزيد من قوتها وعطائها.